خلدنا للنوم في عالم واستيقظنا في عالم آخر، عالم ديزني لا سحر فيه، وفرنسا لم تعد رومانسية، نيويورك لا تقوى على النهوض، وسور الصين لم يعد حصنا منيعا، أما مكة المكرمة فهي خالية، الأحضان والقبلات أسلحة، وقطع الأرحام وقطع الأصدقاء تعبير عن الحب، وأدركنا فجأة أن لا قيمة للقوة والجمال والمال، لأنها لن تمنحنا ما نتقاتل من أجله، الهواء، لكن الحياة من حولنا مستمرة وهي جميلة، لا زالت تدور، لكنها وضعت البشر في أقفاص، رسالة من الحياة البشرية، مضمونها أننا لسنا بمهمين، الهواء والأرض والماء والسماء بخير من دوننا، وعندما نعود لحياتنا كما كانت، فلنتذكر أننا ضيوف على هذه الأرض ولسنا بأسيادها.